صل المقاومان 22 و 33 في دائرة توارد كهربائية بفرق جهد مقداره 120 فولت. أحسب مقدار واحد أو A المقاومة المكافئة للدائرة، التيار المار في الدائرة، الهبوط في الجهد عبر كل مقاوم، الهبوط في الجهد عبر المقاومين معا. نبدأ ب A. طيب نحدد المعطيات في المسألة، هذه R1 هذه R2 بفرق جهد 120 فولت، هذا V. أحسب مقدار المقاومة المكافأة اللي هي R، التيار المار في الدائرة، الهبوط في الجهد يعني V1 وV2، الهبوط في الجهد عبر المقاومين معا. طيب 120 فولت. طيب أولا نوجد المقاومة المكافأة R في التوالي، المقاومة المكافأة تساوي مجموع المقاومات الموصلة على التوالي. R1 كم؟ 22 زائد R أهي 22 زائد R2 كم؟ 33، يعني تساوي كم؟ 5 أوم. هذا الجزء A. طيب B، التيار المار في الدائرة I يساوي V على R الكلية يساوي V كم؟ 120 120 تقسيم R الكلية كم؟ 5 120 على 55 120 واحد اثنين صفر تقسيم 5 يساوي 2.2 تقريبا أمبير، يساوي 2.2 أمبير. بالنسبة لسي، سي الهبوط في الجهد عبر كل مقاوم، V1 الهبوط عبر المقاومة الأولى I لأن التيار واحد في R1، التيار كم؟ التيار أوجدنا كم هنا؟ أهو 2.2 ضرب R1 المقاومة الأولى كم؟ 22 2.2 ضرب 2.2 يساوي 48.4 فولت. V2 الهبوط في المقاومة الثانية، التيار نفس التيار لأن التوصيل على التوالي التيار ثابت لكن المقاومة تغيرت، التيار 2.2 في المقاومة 33 يساوي 2.2 ضرب 3.3 يساوي 72 7.2.6 فولت. طيب بالنسبة لدي، نجمع الاثنين او على طول هو 120 فولت، يعني ما يحتاج عملية جمع ولا يحتاج لأنه البطارية لا تعطي جهدا أعلى منها. 120 فولت ممكن نجمع بالجمع، أجمع هذا زائد هذا أو على طول هو جهد البطارية V الكلية يساوي 120 فولت اللي هو يساوي جهد البطارية، أو ممكن نجمع الأول الجهد الأول زائد الثاني وهي نفسها 120 فولت. ننتقل للسؤال 10. قام طالب بعمل مجزئ جهد يتكون من بطارية جهدها 45 فولت
ومقاومين قيمتاهما 475 كيلو أوم و235 كيلو أوم. فإذا قيس الجهد الناتج عبر المقاومة الأصغر فما مقدار هذا الجهد؟ ما مقدار المقاومة الذي سوري طيب أولا نحدد المعطيات ونقف ونركز على الوحدات. تركيز جيد يا شباب. قام طالب بعمل مجزئ جهد يتكون من بطارية جهدها 5. طبعا قلنا مجزئ الجهد هو مقاومة أو دائرة التوالي، هذا فرق الجهد. يتجزأ الجهد على المقاومتين 475 بعدين لاحظ كيلو أوم، نضرب في 10 أس 3، نحول الكيلو أوم إلى أوم في 10 أس 3. فإذا قيس الجهد الناتج عبر المقاومة الأصغر فما مقدار هذا الجهد؟ المقاومة الأصغر، أين المقاومة الأصغر؟ اللي هو هذا، هذا المقاوم، هذا المقاوم، هذا المقاوم، هذا المقاوم الأصغر، هذا إيش؟ الأصغر 235 كيلو أوم. طيب أولا نوجد التيار، نوجد التيار I يساوي V على هذه سميها R1، هذه سميها R2، V على R1 زائد R2 اللي هو يساوي V كم؟ 45 فولت. أهي جهد البطارية. تقسيم المقاومة الأولى كم؟ 475. ما ننسى نضرب في 10 أس 3 لأن المقاومة بالكيلو أوم، زائد المقاومة الثانية اللي هي الأصغر 2 3 5 أيضا نضرب في 10 أس 3، نحول من كيلو أوم إلى أوم وهو يساوي كم؟ استخدام الحاسبة وسط مقام 45 4 5 تقسيم 4 7 5 اكس بي 3 زائد 2 3 5 اكس بي 3 يساوي 6.3. هذا التيار 6.3 6.34 في 10 أس سالب 5 أمبير. يساوي 6.34 في 10 أس سالب 5 أمبير. طيب أوجدنا التيار، الخطوة الثانية نوجد الجهد. الجهد V يساوي I في R2، المقاومة الأصغر هي R2، I R2 يساوي التيار 6.34 في 10 أس سالب 5 ضرب المقاومة. المقاومة كم؟ 2 3 5 في 10 أس 3 وهي يساوي 6.34 ضرب 2 3 5 اكس بي سالب 2 لأنه نجمع سالب 5 وموجب 3 يساوي 2 اكس بي سالب 2 14 يعني اقرب لل 15 14.9 9 فولت تقريبا 15 تقريبا اقرب الى ال 15.
السؤال 11: ما مقدار المقاوم الذي يمكن استخدامه عنصرا في دائرة مجزئ الجهد مع مقاوم آخر مقداره 1.2 كيلو أوم، بحيث يكون الهبوط في الجهد عبر المقاوم 1.2 كيلو أوم يساوي 2.2 فولت عندما يكون جهد المصدر 12 فولت. طيب، عندنا الهبوط في الجهد، هذا نسميه R مثلا R1. ما مقدار المقاوم؟ المقاوم سميه R2 وهو المطلوب. الهبوط في الجهد سميه اللي هو في 1.2 اهو V1، عندما يكون جهد المصدر هذا الفي الكلي. طيب، نوجد اولا التيار المار في المقاومة 1.2، لدينا فرق الجهد ولدينا قيمة المقاومة، بالتالي يمكن ايجاد التيار I يساوي طبعا التوصيل توالي V على R. R كم؟ V1 على R1. V1 كم؟ 2.2 فولت تقسيم R1 1.2، بس ما ننسى كيلو أوم نضرب في 10^3 ضرب 10^3 وهو يساوي باستخدام الحاسبة بسط مقام 2.2 تقسيم 1.2 اكس بي 3 يساوي 1.8 في 10^3 أمبير. طيب، ما الغرض من إيجاد الجهد؟ ما الغرض من إيجاد التيار؟ نطرح الجهد الكلي، نطرح منه جهد R1 V يساوي V1 زائد V2. ننقل V1 للطرف الثاني يجي بإيش؟ بالسالب. إذن V1 زائد V2 مجموعة جهود في التوصيل على التوالي، ننقل V1 اللي هو V2 يساوي V ناقص V1 اللي يساوي V كم؟ 12 ناقص V1 كم؟ 2.2 يساوي 12 ناقص 2.2 يساوي 9.8 فولت. طيب، عندنا جهد في المقاومة R2 وعندنا تيار، نقسم الجهد على التيار يعطينا المقاومة R2 يساوي V2 اللي هو أوجدنا هنا أهو 9.8 تقسيم I يساوي V2 كم؟ 9.8 تقسيم I التيار كم؟ أهو 1.8 في 10^3 وهو يساوي 9.8 تقسيم 1.8 اكس بي 3 يساوي 5 تقريبا 4.44 أوم الوحدة أوم. ونتوقف عن هذه النقطة ونكمل درسنا في الحصة القادمة إن شاء الله. إلى هنا استودعكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.